الكثير منا يعرف قصة مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي هارلاند ساندرز، وكيف بدأ فكرة إنشاء مطعمه من غرفة صغيرة مواجهاً ظروفه المعيشية الصعبة، حتى نجح في اكتساح العالم ونال شهرة واسعة. فمثل هذه القصص قادرة على بث الأمل والتفاؤل في نفوس كافة البشر، وتصنع لهم حافزاً على تخطي أي صعوبات تواجههم. ومن ضمن هذه القصص الناجحة هي قصة الشيف العراقية صفاء جمال، التي تمكنت أخيراً وبعد جهد طويل وصبر من افتتاح مطعمها الخاص والمتخصص بأكلة الدولمة البغدادية الشهيرة في أربيل، وأصبحت محط اهتمام السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في الوقت الذي يعاني فيه العراق من البطالة وانعدام فرص العمل والتعيين. ورغم ذلك كله لم تستسلم صفا وأنشأت عملها الخاص الذي تحب. كنت أتمنى أن أكون متواجداً في أربيل لأتذوق دولمة صفا الشهيرة، ولكني سأفعلها يوماً وسأذهب لمطعمها حتماً. وبالعودة إلى بدايات صفا، ومن لا يعرف قصتها فهي بدأت بمشروعها الصغير عبر بصية صغيرة وجذر دولمة واحد في إحدى شوارع أربيل. وهناك مقاطع فيديو عديدة لصفا وهي تقف خلف بصيتها وجذر الدولمة تقدم أكلتها اللذيذة للزبائن. لنعود إلى بدايات صفا عندما بدأت مشروعها الصغير نحو الحلم. حبيت افتح هذا المشروع دولمة بغدادية وجديدة على الساحة، وماكو هذا الشيء هنا، فحبيت اسوي مشروع الصغير اللي هي هاي البسطية. وداعي تتلكعون او تترددون بشيء انتم تريدون تشوفون نفسكم ناجحين فيه، باكر عقبة مثل ما انا هسه مفتخرة بنفسي بشيء كلش بسيط، وعندي ثقة تامة انه انا راح اوصل الشيء اللي اريده ان شاء الله. باكر عقبة اكيد راح افتح مطعم. لا تترددون لأن ماكو شيء مستحيل. بالتأكيد انهالت التعليقات الكثيرة عبر منصات التواصل، واتفق الجميع على دعمها والذهاب إلى مطعمها للاستمتاع بالدولمة البغدادية. ونبدأ تلك التعليقات مع مصطفى صالح. يقول مصطفى في تعليقه عن افتتاح مطعم صفا المتخصص بالدولمة: قالتها صفا جمال ماكو شيء مستحيل، باشر بإذن الله الجمعة 18/3 افتتاح مطعم دولمة صفا الأول في أربيل، اللي قريب عليها لا يقصر بدعمها، والبعيد يكفي أنه يدعي لها. صفا كبرت بدعمكم وتشجيعكم، صفا توكلت على الله، تعبت وصبرت. أيضا هناك تعليق آخر من فائزة عبد الرزاق تقول: هي العراقية من يومها صاحبة غيرة ومسؤولية ومعتمدة على نفسها، ربي يحفظكم جميعا، نورتي أختي. هناك أيضا تعليق آخر من سندس جعفر تقول: بنتي صفاوي، يبدو هي والدة صفا، تقول: بنتي صفاوي حبيبتي الغالية، آخر العنقود حققت أمنياتها الحلوة وتحدت كل المصاعب اللي واجهتها وفتحت مطعمها اللي كانت تتمنى، وإن شاء الله تحققين كل أمنياتك وربي يسعدك، وإن شاء الله شوفتش من نجاح لنجاح، حبيبة روحي ونفسي اللي أتنفسه، الحمد لله أنت قدها. هناك أيضا تعليق آخر من كمال حسين مبارك: وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح،
وأحلى شيء من دائما تقولين الحمد لله والشكر، لأن بالحمد تدوم النعم. ربي يديم توفيقه ونعمه عليكم يا رب. أيضا هناك تعليق آخر من خلق متعوب، ألف ألف مبروك، تستاهلين كل خير يا رب العالمين، النجاح والتوفيق والازدهار نحو الأفضل. إنسانة مكافحة مكابرة ومناضلة مثلش، تتخلى تاج على الرأس. كل عراقي وعراقية شريفة، ربي يحفظك ويوفقك.